10,000 مضروبين دخلوا الشركة النهاردة. دي أول مرة؟ لا مش أول مرة طبعا، حصلت كتير لكن دايما كانت حاجات مكشوفة، لعب عيال يعني. والمرة دي؟ المرة دي شوف أخويا بنفسك. شفت بقى انه في مصر؟ مين في مصر؟ سيد البوسيط؟ ايوه انا شفته. شفته فين؟ على دائري. حضرتك كان راكب عجله. طبعا ما كلمتوش. يبقى رجع مصر وما عادش في اسكندريه وجي ورانا هنا. سو يا سو حبيبي حبسو. ايه ده علقها على الغير ولا فعل يوم كده؟ ايه نغيرها لهم بقى. ما تتصورش معجبين بيك قد ايه يا خالو، لدرجه انهم كلموا افاق تانية وسالوا مستر شرف كمان عليك. لا هم هيشوفوا فيها ولا ايه؟ اوعوا تاخدوها جد. طب هي دي فيها ايه يا خالو؟ لا يا حبيبتي انا عندي شغل اللي بحبه ولا يمكن هغيره تاني ابدا. ليتس اند جنتلمان ا نيو سونج. كلمه الجمال. لا يا مروه ده زي ما حكيتي لي ويمكن اكتر شويه. ايه رايك بقى يا خالو، مش تتمنى تقعد هنا على طول؟ انت بتقولي فيها؟ الله يا ريت، بس انا زعلان دلوقتي علشان ما جبتش معايا زيزوري. طيب تعالى نقعد وتحكي لي على زيزوري. لا 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 مش وقت، وانت عندك شغل لازم تركزي فيه. انا هروح اضرب لي بنت اتفرج على البلد الجميله دي وبعدين اجي بقى اركب مع الفوج اللي نازل مصر. ليه يا خالو؟ ما انت قاعد معايا وبعدين في اوضه احتياطي. لا 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 اللي اوله شرط اخر نور، انا ما جيتش معاكي الا لما عرفت ان الفوج اللي في شرم راجع للادي وانا مراجع مع القاهره. يلا باي باي، خدي بالك من نفسك. باي يا خالو، مع السلامه. مش حضرتك الاستاذ سيد الروسي؟ ايوه انا سيد الروسي. طب ممكن تتفضل معايا؟ انت مين وتفضل معاك على فين؟ انا ايهاب، وبعتني الكوتش بيه علشان اخدك تشرب معاه فنجان قهوه. يطلع مين الكوتش بيه ده؟ ما تعرفش الكوتش بيه؟ يبقى انت عمرك ما جيت شرم قبل كده. هو بيه اول حرف من اسم مين؟ بوش. انت لسه ما عرفتنيش بقى، يعني لازم اندهلك شويش ابو شبت علشان يقول لك زياره يا سيد يا اوسي. وانت وحشني اكتر. ايه الصدف الجميله دي؟ تهونه يا خبر ابيض، ايه حكايه بي دي؟ بي اول حرف بالاسم بدر. لكن انت بتعمل ايه هنا؟ لا ومين اللي يسال؟ اللي قاعد ولا اللي فايت؟ انت في شرم، ده انا كنت ناوي اروح لك العريش. طب الحمد لله ان انا شفتك وبعت وراك ايهاب علشان يجيبك. هوبا روح هات العربيه عشان نفرج عمك سيد على المحل. حاضر يا بابا. بابا ابنك؟ ابن مراتي، انا اللي مربيه. بسم الله ما شاء الله، ايه الهلومه دي كلها؟ الهلومه دي بس يا عوص، ده حتة مكان بأجر فيه أدوات صيد وغطس، واليخت اللي هناك ده بأجره للسياح. ربنا يزيدك كمان وكمان بإذن الله. قول الحمد لله. بس برضه ما قلتليش بتعمل إيه هنا يا بدر؟
نفس سؤالك القديم يا سيد، فاكره؟ انت بتعمل هنا ايه يا بدر؟ بعمل اللي انت بتعمله. انا بنفذ حكم، لكن انت بتعمل ايه؟ انا ايه يعني، بكمل تعليمي مثلا؟ شوف، انا عندي احساس بانك مسجون غير عادي. سوبر يعني؟ مش هكذب احساسي، انا متاكد انك هنا لسبب تاني خالص غير تنفيذ الحكم. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤ. يعني برضو مش هتقولي؟ شوف، انا مش حاضر اقول لك، بس ممكن اقول لك كلمتين، ما تسالنيش بعدين. أنا هنا تقريباً باختياري، الأمان بعيد عن الخطر. وهي هي نفس الإجابة يا مستر بي. كان اللي شايفه بعينك مش مكفي. خلاص مش هسألك تاني، لكن أنا هجاوبك يا سيد. أنا هنا لنفس السبب اللي دخلني السجن. هربان من إيه يا بدر؟ أنا عمر الهرب ما كان طريق. شوف يا سيد، لغاية ما تيجي ظروف أبقى مزوم فيها إن أنا أتكلم براحتي، عايزك تعرف حاجة واحدة بس، أنا في كل الأحوال بعمل اللي لازم أعمله. طب هسألك سؤال أخير مالهوش علاقة بالسؤال الأولاني، مش هسألك بعديه حاجة. اسأل زي ما أنت عايز يا حبيبي. أنت كنت قاصد تبعدني عن طريقك لما قلت لي في السجن إني بعد ما أخرج هلاقيك في العريش؟ إطلاقا. بس انا ياميها كنت عارف ان انا هروح العريش، وانا لما خرجت رحت فعلا هناك وقعدت سنتين، بس بعد كده بقى تقل تحول على شر. سيبك مني انا بقى، عايزين ناخد لفه حلوه كده في اليخت تحكي لي فيها عن اخبارك. يا فوزي، انت لسه شاغل نفسك بالموضوع ده؟ وبعدين ايه صله انا بيه عشان كل شويه تعطلني وتخوت لي دماغي بنفسك؟ شان انك ليك صلة، انا بس حبيت استشيرك وفي الوقت نفسه نبهك. الحكاية مش محتاجة استشارة، بلغ البوليس، سلمهم المبالغ اللي انت ظبطتها. والشوشرة والكلام اللي هيتردد وسط الناس زي الحريقة، شركة التركي للصرافة بتتعامل في المزيف. مش حلو طبعا. اقول لك، راقب كل قرش داخلك، لو مفيش مضروب غير اللي دخل امبارح تلم الدور، تسحب الفلوس وتعدمها. اما بقى اذا ظهرت فلوس تانية يبقى ما قدامكش غير الحل التاني، لازم تبلغ. الامر لله. ماشي يا فوزي، دي الاستشارة. سعادتك بقى كنت عايز تنبهني بيه. عايز انبهك ان اللي جاي ورايا جاي وراك انت كمان. تقصد سيد الغوصي طبعا. ومين اللي قالك ان انا محتاج حد ينبهني؟ هاي يعني صحيح عارف هتعمل معاه ايه؟ اكيد. ادي الحكاية كلها من ساعة اخر مرة شفتك فيها لغاية ما قابلتك تاني. كنت عايش مبسوط وسعيد في شارع المردي، لغاية من يومين تلاتة الدنيا اتقلبت. اتعرف ان سيد كناريا هو نفسه سيد عبد الرب الغوصي بتاع التزييف. حال الناس كلها هتغير معايا، ومش عارف الحكايه دي هتوديني لفين. دي لفه كبيره قوي يا سيد، اكيد علمتك حاجات كتير، بس للاسف اللي اتعلمته واستفدته مش قادر اعمل بيه. هيجي يوم تحتاج، هينفعك وقت ما تتأزم الاحوال. هي لسه هتتأزم تاني اكتر من كده يا بدر. طبعا انت فاكر ان الهرب امان؟ العكس، اديك سبت اسكندريه وقعدت تلف على المواني، وبعدين رجعت على مصر وانزويت في شارع صغير في قلب بلد زحامها يبلع جيوش. حصل ايه؟ اتهرشت والناس عرفت انك سوابق، بقيت فوق الشريح. ايه اللي رجعه من لفه البحر؟ وليه ما رجعش على اسكندريه؟ وإيه اللي جابه مصر أصلا؟ كل دي أسئلة أنا بفكر فيها. هو أكيد عارف إن إحنا سيبنا اسكندرية وترستقنا هنا في مصر. تقصد إنه جاي ورانا بالعينين؟ آه. نفرض ده غلبان أوي، هيقدر يعمل معنا إيه؟
لا لا يا فوزي، ما تبقاش واثق ومتأكد قوي كده. أنا أصلي مش قادر أصدق أبداً إن المسألة دي صدفة. صدفة؟ تقصدي إن أشوفه وبعد يومين تلاتة الفلوس المضروبة تظهر عندي هنا في الشركة؟ يا فوزي دماغك ودتك بعيد قوي. معلش عشان خاطري لازم نعرف ونتأكد يا عواد باشا. أنت مش لسه قايل إنه غلبان وعلى قده؟ يبقى إيه اللي مخوفك؟ قام الضعيف اللي يخاف يواجه ويضرب في الوش. عارف النملة اللي تتسحب من غير ما تشوفها وتروح لدعك؟ طب واحنا هنعرف ونتأكد ازاي؟ يا باشا ده انت طول عمرك اللي بتخطط وترسم. وبعدين على فكرة النملة مش قصداني لوحدي، ده انت علبة السكر بحالها يا باشا. ماشي يا فوزي هتأكد. اعترت في اختي سناء اخيرا وبالصدفه طلعت بنتها الكبيره مروه اشتغل في شركه سياحه بيملكها واحد صاحبي، هي اللي مصاحبه الفوق السياحي اللي انا جاي سايبيه النهارده. سواء كمان وادرش عرب سبع صنايع. هوايه؟ لا مش هوايه بالظبط، انا النهارده جاي سايب مخصوص عشان مروه بنت اختي. انا هروح اجيبها، انا هاخد الفور باي فور بتاعتك يا كوتش. لا بلاش، هي مش هتقدر تسيب الفوق السياحي بتاعها ابدا. خلاص يا بابا خليه. بقول لك ايه يا ابو السيد، تورك حاجه في مصر بتقعد معانا هنا شويه. ما انا هاجي لك تاني وتالت ورابع، بس ما اقدرش اقعد سايب زيزو وريري لوحدهم، وانت عارف ما بقدرش اسيبهم كتير. انت فاكر ان الهرب امان؟ بالعكس، اديك سبت اسكندريه وقعدت تلف على المواني وبعدين رجعت على مصر، انزويت في شارع صغير في قلب بلد زحامها يبلع جيوش. حصل ايه؟ اتهرشت والناس عرفت انك سواب وبقيت فوق الشريحة. اهلا يا متر، عواد عبد المحسن معاك. اهلا بيك يا سيدي. انت فين؟ في اسكندرية؟ الله، انت مش قلت ان انت نقلت نشاطك للقاهرة؟ مكتب جديد، مبروك يا سيدي. المهم انا عايزك ضروري لله تتعدى علي. سلام. اهلا يا مواني، ازيك يا حياتي؟ عامل ايه؟ وحشتيني. لا يا حبيبي انا مش هتاخر، مشوار صغير كده يعني على تسعة بالكتير ابقى في البيت. يا حبيبي اي حاجة انت عايزها تأمري وتتنفذ على طول، انا بديهم تعليمات بكده في المكتب. طبعا غالي وطلب رخيص. قوليلي بقى اخبار هنون ايه؟ برضو طيب لما اجي نبقى نتكلم. طيب يا حبيبي، باي باي. شايفة الزوق؟ خلى السطوح جنب، ده غير غرامه بالعصافير، ده بيؤكد انه راجل رقيق جدا. الراجل الرقيق جدا ده قعد 10 سنين في السجن. ما قالش لا، ما انكرهاش، بس خباها. خباها عننا ليه؟ لانها ما تهمناش. من حقه يخلي نظرة الناس ليه ما فيهاش خوف ولا شك عشان يقدر يعيش وسطهم. خلاص يا ستي، انت بترافعي ليه؟ احنا مش في محكمة. الله، مش انت اللي بتتكلمي؟ ادينا بنتكلم يا ست. طب ما تيجي نتكلم عن صلاح. ماله صلاح؟ مالوش. مبدئيا انت عارفه ان انت صاحبتي وحبيبتي ومصلحتك تهمني ولا لا؟ عارفه طبعا. يعني عارفه كويس ان اي كلمه هقولها دلوقتي مش هتبقى عشان خاطر صلاح اخويا. ليلى، انت بتلفي في الدوري على ايه؟ كلميني دغري. انا بلفش ودور، ما انت عارفه صلاح بيعزك. عارفه، بس انا عايزه اقصر المشوار. انا لسه ما طبتش من جرحي، وحرام عليا ان انا وافق اتجوز اخوكي لمجرد انه انسان كويس. صدقيني هخلي حياته جحيم، هدفعه تمن اللي عمله فيها الراجل اللي قبله. يا سهام، موضوع جوزك الاولاني ده خلاص بقى قديم، وانت اكيد نسيتي الحكايه دي. يعني نسيت؟ انا لسه بنزف سيره الجواز دي، بتجيب لي كوابيس. بسم الله ما شاء الله، ايه الهنا اللي انا فيه ده؟
هي شابه انت وهي اللي مقعدك هنا في الصبح عند شقه راجل عازب. عمتي حاسبي على كلامك، مفيش حد هنا غير انا وسهام يا طنط، والاستاذ سيد مسافر وقافل شقته وطلب مني ان انا اخد بالي من عصافيره واحط لهم اكل. ارتحتي؟ وهتقعدوا هنا كتير بقى ولا ايه؟ سؤال غريب قوي، في ايه يا عمتي؟ مفيش حاجه يا بنت اخوي، جه على بالي ان انا اسالك فيها ايه دي؟ زعلانه من ايه؟ وانت يا ليلى يا حبيبتي مش هتروحي بقى ولا ايه؟ الست همك هتستعوق. انا كنت ماشيه اهو. مش هتمشي، احنا سهرانين هنا يا عمتي، وهنزل كمان اجيب الكاسيت ونسمع مزيكا، ومش بعيد تطلع في دماغنا نقعد نرقص، ايه رايك؟ يلا يا حبيبي انت مع السلامه، الحكايه مش نافعه للادي، البنات مش عايزه تتعب، حاولت معاهم مفيش فايده. اطلعي لهم تاني بس وريهم العين الحمراء، قولي لهم ان انا ما عنديش بنات يتسكعوا عند شقق العزاب بالليل. قلت يا اخويا طلعوا فيا لهوني ورزوني، خلصني بقى انت كمان واشرب الشاي لساهم تيجي تشوفك الفار يلعب في عباه. خلاص ماشي ماشي. بقول لك ايه؟ خد حبس فلاني دول. طيب شكرا. على فكره بالمناسبه هو هيطلع في دماغك تطلع المطرح لوحدك وتفتشيه. اطلع ازاي بقى افتش لوحدي؟ طب انت مخبر ولا مباحث؟ انا بقى اطلع مين؟ تطلع حراميه. خدي بالك غدك عزرائيل. مع السلامه. معقول الكلام اللي بيقوله راد المخبل ده؟ معقول سيد كناري رائد على ألوفات مستفه؟ ألوفات ايه؟ ده الواد المني العجمي بيقول ملايين. ايوه يا استاذ، انا لقيت الايثار، تحب اصوره لك ولا تصوره انت؟ المؤاخذه سرقان. وهو كذلك. مع السلامه. هيا سرعي سيد بيع الباب. خليه يتفضل بسرعه. تعالى يا سيد. ازيك يا سلام؟ ازيك يا اخويا؟ قال انت زعلان مني؟ قال سرعي اندهي الولاد بسرعه. ايه يا سيد؟ اوعى تكون تصورت اني لما قلت لك في التليفون بلاش انت اني عايزه اخبيك او اتدرى منك. ايا كان قصدك يا سناء فانت عندك حق، ما هو مش معقوله في موقف زي ده وفي الاسم كمان. سامحني يا سيد. اسامحك على ايه بس يا سناء؟ اسامحك على الحرج اللي هسببه لك دايما لما تضطر تأدبيني للناس. تعالوا يا ولاد تعالوا سلموا على خالكم. خالي سيد؟ وانت وليد صح؟ صح. ازيك يا خالي؟ خالي بحار؟ بحار؟ هو مش بحار بالظبط يعني، لكن زي بعض. اهلا وسهلا، انا شادي. ازيك يا شادي؟ امال فين شنطك يا شنطتي؟ انت مش هتبات معانا ولا ايه؟ لا ده موضوع هنتكلم فيه بعدين، بس بعد حاجه واحده مهمه قوي. ايه لاحظوا البت القمر دي؟ عندك. أنا منة طلوكة ملح النبي. وأنا سيد عبد رب القوصي. وعاوز حب. كل موانئ الشرق الأقصى كلها. من شيتا جونج لبومبي لسنغافورة لمانيلا لهونج كونج لشنغهاي لأوزاكا. كلها زرتها وليا في كل مين أصحاب. يعني أنت كنت شغال على خط واحد ورايح جاي فيه كده؟ مين قالك؟ أنا مفيش بلد بتطل على بحر في العالم كله إلا وزرتها. عندك أوروبا من أزمير لبريل جنوة المرسيليا البرشلونة، حتى كمان شمال أفريقيا. عندك مثلا كازابلانكا. إيه كازابلانكا دي عمر ما انساها، لأن حصل فيها حادثة لا يمكن أبدا تتنسي. تعرف يا خالد إن شكلك اتغير شوية؟ بص وريني يا شادي. الله يرحمك يا جمال. الله يرحمك. العشاء جاهز السنة هنا. يلا يا سيد، انا عارفه ان انت جيت من سفرك على هنا ما روحتش. لا معلش مش هقدر اكل، انا لازم امشي دلوقتي. تمشي تروح فين؟ ده انا عايزاه. ما انا هبقى اجيلك تاني، ما تاخرش نفسك عن العشاء انت والولاد. انا والولاد اتعشينا، سريع حضرت لك انت العشاء ولازم تاكل. واحده هنقعد معاك عشان تسدي نفسك، ايه رايك بقى؟ وانا ما بتعشاش هتعشى معاك. ايوه خليك جدع بقى واتعشى. بعد ما اتحركت المركب من المينا في كازابلانكا
قبل ما نوصل المياه الدوليه جات لنا اشاره باللاسلك ان احنا نقف. بلاش فاهمين حاجه. القبطان وظباط المركب كلهم ما حدش منهم فتح بقه كلمه. فجاه لقينا لانش من امن المينا جاي ورانا وبيامرنا ان احنا نرجع المينا تاني بحجه ان في مجرم خطير اتسلل من المينا للمركب. القبطان بتاعنا كان راجل اسكتلندي كان دماغه ناشفه زي الحجر الصواد. قال لي انت كنت بتشتغل ايه على المركب يا خالي؟ على المركب دي كنت بشتغل وقاد. وفي مركب تانية كنت بشتغل طباخ وتالتة مرمطون ونقاش وسترجي. يعني مش ضابط بحري؟ لا ضابط ايه؟ طبعا ما كنتش بشتغل ضابط ولا حاجة. أنا كنت بشتغل أي حاجة على المراكب. اللي بيركب البحر يا ابني بيفوت على كل المهن. بعد ما رجعت من البحر بتشتغل ايه دلوقتي؟ وبعدين يا ولاد ممكن تبطلوا أسئلة بقى؟ خلوا الليلة دي مش هجاوب على أي أسئلة تانية. اللي عنده سؤال يأجله المرة الجاية عشان أنا عايزة أعلم فرط. أديني قعدت قدامك كويسة وهربع إيديا كمان ومستعد أسمع منك أي كلام عاوزة تقوله لي. بس قبل ما تتكلمي في أي حاجة تخصني أنا عندي سؤال. عاوز أعرف إيه اللي حصل بالظبط في الأقصر. أنا عارف إن أنا هقلب عليك المواجع وهفكرك. أنت ما بتفكرنيش يا سيد لأني ما نسيتش أصلا اللي حصل في الأقصر. بيتنسيش كمان راح الأقصر على قوة شرطة السياحة. ما كانش أمن مركزي ولا مباحث أمن دولة ولا حراسات خاصة. يعني كان بعيد تماما عن أي احتكاك بالولاد بتوع الجماعات الإرهابية لأن كل عمله مع السياحة. لكن قدره كان مستنيه في اليوم المشؤومية لأنه كان هناك حراسة كان بيحرس السياح في معبد الدير البحري يوم حصل الهجوم الإرهابي في وادي الملكات. تصور يوميها قبل ما ينزل الصبح كان فرحان قوي كان مبسوط أكتر من أي يوم عادي. يا سونسون لو اتأخرت عليكي ما تقلقيش تبقى الصيحة البولندية بتاعت امبارح خطفتني معاها وخدتني على بلدها. المهم يا روحي مش عايزك تقلقي خالص. انا هبعتلك من هناك كارت بوستال جميل قوي. اخ اتعورت. وفعلا ما رجعش ما شفتوش من يوميها. انا اسف يا سناء اسف عشان ما كنتش جنبك. زمايله عمل كل حاجة والدولة اديته نيشان صرفوا لنا تعويضات ومعاش كامل. يعني الحمد لله سابنا مصدورين بعد ما راح. بس الحمد لله برضو سابلك أربع ولاد يفرحوا القلب. على قد ما قدرت بعدتهم عن الحزن وشيلته لوحدي. انت كل ما تبص لهم أكيد بتدعي له وأكيد كمان بتبقي فخورة بنفسك. الحمد لله سيبنا بقى من الحكاية دي وخلينا في موضوعك عشان أنا عندي سؤال بيلحق عليا بقاله سنين وسنين. ياه طب ليه ما سألتونيش أول ما شفتيني؟ كنت مستنية أسمع إجابة منك من غير ما أسأله. ليه يا سيد؟ ليه ما دورتش عليا بعد ما خلصت مدتك وخرجت؟ مش هقدر أدور عليك يا سنة. وضع جوزك هو اللي منعني. جوزك ضابط شرطة مش معقول يقف بيته واحد لسه خارج من السجن. أردت سكوت. أنا بعد ما خرجت من السجن يا سنة عملت زيارتين. بعد الزيارتين دول قررت أهج من البلد واسيبها. وأول زيارة كانت المرحوم عمك عبد الباري. كفارة يا سيد أظن ما الست الهادي أختك قالت لك إن موضوع الفلوس اللي كان بينك وبين الحاج عبد الباري اتسوى خلاص. علمت. قالت لك كمان إنها خدت نصيبك ونصيبها وحطتهم في شركة من شركات توظيف الأموال وضاعوا عليها. القرشين اللي أنا كنت عامل حسابي لما أخرج من السجن أبدأ بيهم حياتي من جديد ضاعوا. وأنا مفصول من وظيفتي. أشتغل فين ومين اللي هيشغلني؟ فكرت في النادي العواد. وقلت يمكن عمليته اللي عملها فيا تحسسه بتأنيب الضمير ويساعدني. رحت له
كنت فاكر انه لسه ساكن مع امه خالتك سرايا. هو ساب اسكندريه كلها بعد قضيتك يا سيد، وادي وش الضيف يا دوبك فات لي الشقه وبيجيلي من عنده قرشين كل اول شهر. المهم انت عامل ايه يا ضنايا؟ كفاره يا سيد. والله يا ابني لو ما صحتي المخسعه دي انا ما كنت بطلت زيارتك في السجن. انا عارفه ان هم ضحكوا عليك وانا قلتها له في وشه، قلت له انت ربنا مش هيوريك خير ابدا في دنيتك يا عواد، وربنا هيجازيك على اللي عملته في سيد القوصي. انساه يا ابني، انساه وانساه، هما الاتنين ما يستاهلوش منك تفكر فيهم لحظه واحده. الحكايه كانت باينه، توقعناها. انا ما اتصدمتش يا سناء، انا حسيت ان انت طعنت في ظهري وانضحك عليا، واحساس الغفله ده بيلسع اكتر من كي النار. قلت في نفسي فضلك ايه يا رات في العالم اللي انت كنت عايشه ده، العالم اللي سجنك وخانك وغدر بيك. وقررت حاجه، كان لي واحد صاحبي في السجن راجل جميل قوي بثق فيه، رحت ازوره علشان استشيره. بعتني عند ناس صحابه عندهم شركه ملاحه، رحت لهم قالوا لي نخدمك بعنينا، بس في ايه؟ قلت لهم سفروني برا مصر. حبيبي يا اخويا، بس انا بقى عايزه ابشرك، مش كل فلوسك ضاعت. الحكومه لما اتنبهت لشركات توظيف الاموال وبدات تصفيهم، الشركه اللي انا كنت حاطه فلوسك فيها، فلوس اللي انا خدتها من عمك، رجعت لي 50,000 جنيه، حطيتهم وديها باسمك في البنك. طردوني يا سعاده البيه، الاستاذ عوض السمري موجود على البوابه. خليه يستناني في اوضه المكتب. امرك يا فندم. مش عوض السمري ده بتاع اسكندريه؟ هو بعينه. وايه اللي حدفه عليه؟ انا اللي استدعيته. اشمعنى يعني؟ محتاج له في ايه؟ وحشني. ومن فتقة دي متاه عواد، من فضلك بطل هزار واتكلم معايا بجد. يا دي يا حبيبتي، المحامي بالذات ما ينفعش يقول احنا استدعيناه ليه. انا بقى بسال عن ده بالذات، خصوصا ان انت عندك قرطة محامين هنا في مصر. ايوه انت قلقانه ليه يعني؟ ده بالذات اما يظهر وتقول لي ان انت اللي مستدعيه لازم اقلق. ما تخافيش، مفيش حاجه تقلق، كل حاجه تحت السيطره، بس انا لازم اعمل احتياطاتي. بقولك ايه؟ هو رجل من السفر؟ فوجي التركي التافه قال لي انه شافه هنا في مصر. مش ممكن سيد هنا في مصر؟ تحب احلف لك؟ فرضنا انه هنا في مصر، ايه المشكله يعني؟ مفيش مشكله، ولو في مشكله اكيد مش انت اللي هتحلها. طلباتك مني ايه يا باشا؟ سيد القوصي لما خرج من السجن عدى عليك وقال لك انه مسافر بره. حصل. تمام، وانا بلغتك. جميل، يبقى المنطقي انه لما يرجع يفوت عليك برضه. حصل. ولما هو حصل يا متر بتلوع معايا ليه وبتدعي انك اندهشت وتقول لي مش ممكن؟ مش المفروض انك كنت تبلغني؟ لاني متصور انه في اسكندريه. الله، يعني ما سابلكش عنوانه هنا في مصر؟ ساب عنوانه في اسكندريه وساب لي عنوان تاني في مصر، بس انا بقى استبعدت عنوان مصر. انتش حلو يا عوض. الله الله الله، ليه بس يا باشا؟ عقلك بيقول لك ان انت عندك فرصه ذهبيه انك تستخدم الكارت القديم، بس في حاجه انا عايز افهمك عليها. انا ما عنديش وقت اضيعه، وقت سيف عوض بيقطع اللي ضيعه. بس انا ما عنديش كروت العب بيها يا باشا، ولو كنت هلاعب الدنيا كلها مش هلاعبك انت بالذات يعني. جميل انك فاهمه، يا ريت تطبق ده. امرني يا باشا. عايز عنوان سيد القوصي هنا في مصر. لحظه واحده يا سعاده الباشا. سيد القوصي، سيد
سيد القوصي في اسكندريه، لا سيد القوصي في مصر. اهو يا باشا. ثانيه واحده. اتفضل يا متر. اربعه عطفه الكحكي، شارع المعز لدين الله، الجماليه، طرف حسن المكاوي. مين حسن المكاوي ده؟ علم علمك. دي بقى من بورما، كان في يعني بينا شويه عواطف كده. دي جميله قوي. مش جميله ولا حاجه، دي حتى مناخيرها وحشه جدا. ودي ليزا من ماليزيا، ابوها انجليزي، كان عنده مصنع لتجميع التلفزيونات، اتجوزتها. هو انت متجوز؟ لا ده لمده شهرين بس، المده اللي كانت قاعده فيها المركب في الحوض الجاف في ماليزيا عشان تتصلح. اول ما اتصلحت المركب استاذنت القبطان علشان اخدها معانا، بس هي رفضت، كانت عاوزاني اقعد هناك واشتغل في المصنع بتاع ابوها. طلقتها، هي اللي طلبت. انهي فيهم يا دون جوان زمانك؟ ها؟ الماليزيه ولا التايلانديه؟ اتفضل يا ابو صلاح. هو في واحده ثانيه تايلانديه؟ اوه ثانيه وثالثه ورابعه، هم كده بتوع البحر، لهم في كل مينا حبيبه. يلا سهام، الظاهر ان عمتك كان عندها حق. صباح على خير. وانتوا من اهله معانا في سلامه. مع السلامة يا أستاذ. أخرى ليلى مع السلامة. أنا جيت من نص ساعة بس أبو صلاح، لقيتهم قاعدين هنا، واضح إنهم طلعوا لأنه كانوا فاكرين إن أنا هبيت في شرم. أنت بتشرح لي يا سيد؟ أنا آمن على ليلى بنتي معاك زي ما آمن عليها مع صلاح أخوها، وبعدين عدم المؤاخذة يعني في الكلمة، أنت الروف بتاعك هنا مكان عام. آه مسمينه في شارع المرادني كاف كاف، يعني كناريا كافيه. حلوة. طب تعالى بقى نخش جوه أعزمك على قهوة. على حساب الكافيه اكسبريسو. يا عم انا مش فاهم نظام عم صدقي مع سيد كناري، ما يشوفوش بعض مره الا ويتخانقوا، وتاني يوم تلاقيهم سامن على العسل ولا حتى يتعدى. ده طبع ابويا وسيد فهم، بس الاتنين روحهم في بعض. بقول لك يا ابو صلاح، عدم المؤاخذه يعني، هي قبل ليلى وقبل سهام ما بيطوقش يبعدوا عن بعض ليه؟ برايا خلف، انت خلصت حواديت الرجاله ودخلت على حواديت البنات ولا ايه؟ يا عم سيبك منه، ده راجل فاضي والفاضي يعمل قاضي. طب خلاص خلاص يا اخويا، ما تعملهاش سيره، فضها سيره يا جوان. شوف اهو رجع في نفس اليوم. حقيقه غريبه، شرم ده مشوار يعني، مش ممكن يروح يرجع في نفس اليوم. ايه كان بيزور السكه؟ بس كويس ان الترتيب الليله دي باظ، كان منظرنا هيبقى في منتهى الاحراج. منظرنا ليه؟ انا مالي؟ انا مش دعوه بيك. جت الوقت تقول لي مالكش دعوه بيا؟ يعني ايه؟ ما انت اللي مفهمنا على كل حاجه ومرسيني على كل حاجه وقايل لي ان سيد ده نايم على ملايين. اه وانت من هبلك بقى افتكرت ان الملايين دي حاططها تحت المرتبه. طيب قول لي بقى ابو الزكاوي اعمل ايه؟ انا اقول لك تعمل زي انا ما بعمل بالظبط، تراقبه من بعيد لبعيد، من اما يروح تقطره، مسير رجليها تحدفه على الخن اللي مكون فيه الارانب. انا طول الوقت بقول ان البت دي كويسه يا سيد. اخيرا اقتنعت. بس كنت بقاوح. ما تنساش يا عرب ان احنا شايلين على كتافنا عفار سنين طويله، اللي ورثناه وتربينا عليه بيفضل مهما تنورنا بيفضل مستخبي جوانا، واحنا فاكرين ان احنا نفضناه بعيد. ابدا، في لحظه هب تلاقيه طلع قدامك ومسك في خناقك. يا سلام ابو صلاح، ده انت حدوته كبيره قوي. بمناسبه ابو صلاح دهيت، انت مش ناوي بقى تكون ابو حاجه تدور على بنت الحلال اللي تونسك وتجيب لك سيد الصغير؟ دي حدوته كبيره قوي يا حصول، يمكن يجي الوقت واقعد معاك وفضفض لك. المهم دلوقتي خلينا في سهام وصلاح. انا لو عليا زي ما قلت لك انا موافق ومستعد أنده لصلاح واخده من إيده وأنزل للست المساعد نخطب منها إيد بنت أخوها، بس مش ده المهم. المهم سهام. مالها سهام؟ متهيالي إن صلاح مش في دماغها. ما هو أنتوا لما تتقدموا هيبان لبيتها ولا على إيه؟ مش بنتك ليلى صاحبتها قوي؟ خليها تسألها وتاخد رأيها. حصل، وهي اللي قالتلي كده. آه تبقى دلوقتي المشكلة مشكلة صلاح. ربك يستر. المهم اسيبك دلوقتي تستريح، وان شاء الله لو بكره لنا عمر اشوفك على خير. لو تكرمت يا عمتي
اخر مره سمعيني التلميحات دي. خلاص يا حبيبتي، اذا كنتيش عايزه تسمعيها حاسبي على تصرفاتي. ولا كلمه واحده عن تصرفاتي، وعيب قوي ان انت اللي تقولي لي الكلام ده. مش انا اللي بقول يا حبيبتي، ده كلام الناس. ناس مين؟ هو حد فاضي دلوقتي؟ محدش عاد بيراقب حد ولا بيبص على حد، انت بس اللي بتعملي كده. انا بس لانك مسؤوله مني ولازم اشوفك وراقبك، لان اي طرطشه تيجي عليك هتغرقني انا. من فضلك يا عمتي، وبقولها لك لاخر مره، انا مش عيله ولا طفله. ما انا عارفه انك مش عيله ولا طفله، انت كمان لازم تعرفي كده، لازم تعرفي انك انت عازبه ومن غير راجل. حرام عليك، انت ليه بتعملي فيا كده؟ غصب عني يا سهام، غصب عني يا حبيبتي، لازم تعرفي اني بحبك وقلبي عليكي ومش عايزه حد يتكلم عليكي. يعني اذا كانت الناس دلوقتي ما بتتكلمش ولا بتبصش، لكن مستنيين لك غلطه. مش هغلط يا عمتي، انا واعيه لنفسي ولظروفي على الاخر. مش بالكلام يا حبيبتي. امال اعمل ايه؟ لازم تتجوزي يا حبيبتي، اختاري اللي انت عايزاه، صلاح الفواخري، سيد كناريا، اللي انت عايزاه، بلاش سعد ابني اذا كنتش عايزاه، ولو ان انت عارفه قد ايه هو بيعزك، وبإشارة منك في البلد اللي هو فيها يجيلك على ملاوش. مش عايزة يا عمتي، انا خلاص اتعقدت من الجواز، ما بقتش طايقة سيرته. اعملي معروف، خليني جنبك، اتحامى فيك واتونس بيك. ساعات لما بتضغطي على اعصابي بالشكل ده بفكر بجد ابعد عنك، اطلب نقلي لمكان ما حدش يعرفني فيه ولا يعرف انا ايه، بنت ولا مطلقه ولا ارمله. ولعلمك انا لسه خايفه من الحريه، عايزاه لكن هيباها في نفس الوقت، وانتي اللي هتخليني اختار، يا اما اتخلص من خوفي وحقق حريتي ان شاء الله اقف قصاد العالم، يا اما افضل مسجونه جوه جبني والامان المزيف اللي انا عايشاه. قلتي ايه يا عمتي؟ انتي تختاري لي ايه؟ اللي تختاريه انت يا حبيبتي، اللي تختاريه. ضناي الاستاذ السمري، ازيك يا سيد؟ انا اسف اذا كنت قلقتك، بس كان لازم اشوفك قبل ما ارجع اسكندريه لاني عندي جلسه هناك ولازم الحق. قلقتني ازاي يا راجل؟ اتفضل، اهلا وسهلا. لا لا، ده هم كلمتين بس. خير ان شاء الله. شوف يا سيدي، عواد عبد المحسن جابني على ملا وشي من اسكندريه عشان يسالني عليك وطلب عنوانك. عواد عبد المحسن؟ وماله ومالي وعاوزني في ايه عواد عبد المحسن؟ معرفش، بس انا عايزك تاخد حذرك منه قوي قوي، الراجل ده مش ممكن يكون عايزك في خير ابدا، ده ما بيكرهش حد في الدنيا قد ما بيكرهك. عارف يا استاذ عوض، من يوميها وانا عارف. مش انت اديته العنوان اهلا بيه شرف؟ لا يا عرب لا، انا عملت احتياطي واديته العنوان القديم اللي انت سكنت فيه اول ما نزلت مصر قبل ما تيجي وتستقر هنا، عنوان عطفة الكحك بتاع الجماليه. عنوان ام حسن؟ يعني هو ممكن يروح يسال عنه هناك؟ سيد عبد رب القوصي الشهير بسيد كناريا. صباحنا وصباح الملك الله. مطلوب في اسم الخليج.